فابريس انتهى العقد ديالو، جينا فاتحنا هذا الشيء غادي نبقاو ندوو فيه كل يوم. زعما كاين كيبان لي ماشي غير فابريس اللي يلعب الكره في المغرب، راه كانوا عندنا عده لاعبين مميزين جاو قدموا الاضافه ومشاو الله يسهل عليهم. حنا راه فريق مرجعي، راه ما يمكنش غادي يبدا يتعلق الفريق لا بفابريس ولا بالناصري، الفريق تيتعلق بالاهداف المسطره للمستقبل وهي الاستمرارية ماشي بالناصيري ولا بفابريس، راه الاستمرارية بالرجال اللي مروا اللي غادي يجيو ان شاء الله يتعاقبوا على فريق النادي في المستقبل.